السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس القراءة للصف الخامس الابتدائي، طريقة الامتحان الشفوي لنهاية السنة، من بداية الكتاب لحد نهاية الكتاب. شنو تشتقرون بالقراءة؟ طبعا القواعد ما داخل، القواعد بس بالتحريري. فتقرون مثلا هذه حذف، تقرون تطلع تجيب لكم قصاصات هايني وتقول لكم طلعوا لي صفحة، هي هاي بالقصاصات صفحة، مثلا نقول صفحة 15، انت تفتح الكتاب طلع الصفحة 15. طبعا الحذوفات انا منزلتها، تقرأ لها، تقرأ لها شنو لازم بالحركات، اهم شيء الحركات. تقول لك مثلا اقرأ لي هذه الصفحة، الكندي وابن التاجر المريض، مو تقول اعتاد، لا تقول اعتاد احد التجار ان يطعن في جاره الفيلسوف الكندي، يعني ويا الحركات، من تقرأ وياهن الحركات فقط، هذه الموضوع. تقرأ شوف هي حسب المعلم، يمكن لو سطر ونص لو سطرين وش دعوة، تقرأ قلت لك ويا الحركات. تقومك على السبورة تقول لك اكتب لي املاء، ترد لك مثلا الموضوع او ترد لك فد نص سطر، تقول لك اكتب لي اعتادة، انت تكتب لي، تكتب اعتادة هي والحركات مالتها على السبورة، احد التجار هيجي. المهم املاء وقراءة ومحفوظة، تقول لك احفظ او اقرأ لي محفوظة، مثلا يا هي المحفوظة، خل نطلع المحفوظة، وين راحت المحفوظات، وين اختفن هذه، مثلا لغتي، اقرأ لي لغتي، انت تقرأها، حافظها لازم المحفوظات، تحفظهن، تقول لك تقرأها لغتي، لا تلمني فيها، مو على السريع، لا تلمني في هواها، لا تقرأها شلون هي والحركات، لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها، هيك هيك اقرأ، خاطر تخلي لك درجات، درجة تخلي لك هذه. خاف تقول لك مو أكو قسم من المعلمين يقول لك اقرأ لي المحادثة، المحادثة والتعبير الكتابي، فأكو محادثات أقراهن، مثلا تسألك أسئلة عامة، يعني هسه شو تسألك مثلا، خلينا نشوف شنو تسألك، ما تقرأ التدريبات والمناقشة مالت الكتاب مالت الحوارات مالت المواضيع، لا تقول لك اقرأ لي مثلا المحادثة مال ضيوف المدرسة، قلنا قسم، احنا طبعا معلماتنا هنا ينطن بس قراءة والموضوع، قراءة الموضوع كتابة على السبورة املاء، وش ينطن؟ ينطن محفوظة بس هيجي، لكن اكو قسم المحادثة، انت لازم المحادثات كلها، انت حتى من تقرأ هي تفيدك للامتحان التحريري، حتى لو من تقرأ ضيوف المدرسة هاي انت حافظها للتحريري. وبعد بعد تسألك أسئلة عامة، مثلا تقول لك شنو، تقول لك شنو يا، تقول لك يعني تقولون أسئلة عامة، مثلا تقول لك شنو الألعاب الرياضية اللي تحبها، شنو أنت شو تحب، شو تحب أن من تكبر شو تصير، يعني هيجي أسئلة عامة. فلا تخافون، ترى بس قراءة وانتم اعتيادي حتتهجون، وقراءة ومحفوظات وها هي، وكتابة على السبورة، وإن شاء الله التوفيق.